أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا 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 شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة أردناها بسيطة. علاش؟ لأنه الأولياء عندهم بعض التساؤلات، تساؤلات بالمرات بسيطة والأجوبة تكون أبسط، ولكن وين يسيبوا هذه الأجوبة هذه؟ إحنا حبينا من خلال هذه الحصة هذه مع أخصائيين نجاوبكم على بعض التساؤلات نتاعكم. اليوم عندنا موضوع مهم هو الحساسية الغذائية، سي لي زاليرجي أليمونتير. يعني بالمرات ولدك عنده اون اليرجي ما يحملش هذا الاكل وما يحملش هذا النوع من الاكل كامل، كيفاش تتعامل مع هذا الشيء؟ اليوم جبنا اخصائيين باش نجاوبوا على هذه التساؤلات. اليوم يرافقني الدكتوره الاخصائيه في طب الاطفال سيده شفعي سميره. مرحبا بك. مرحبا بك مدام. شرفتينا مدام، شرفتينا. مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك. معي كذلك الاستاذه تفاحي هنيه مختصة في علم النفس. شرفتينا مدام، شرفتينا. تفضلي تفضلي مدام، تفضلي. شرفتينا شرفتينا، الله يخليك الله يخليك. وكذلك ترافقني الأستاذة المربية جلالي علجية 17 سنة في التربية والتعليم. تفضلي مدام، تفضلي. شرفتينا شرفتينا شرفتينا. ومعنا اليوم تجربة حية سيد غادير مصطفى. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل تفضل، شرفنا شرفنا. تفضل، مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. وفي كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يجي يدير الواجبات المدرسية تاعو في هذاك المكتب الجميل اللي وجدناه. اليوم معنا صهيب، تعال اروح وليدي. واش راك صهيب؟ لاباس. راك مليح؟ ايه. شحال في عمرك صهيب؟ 9 سنوات. الله يبارك. في أي سنة تدرس صهيب؟ دور الكاميرا وتكلم معاهم. في أي سنة؟ السنة الثالثة ابتدائي. ثالثة ابتدائي. شاطر أنت في الدراسة؟ نعم. شاطر بزاف؟ شحال جبت معدل؟ 8.17. أوه شاطر 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 شاطر. برافو برافو وليدي. قول لي في الواجبات المدرسية منظم وقتك؟ وقت اللعب وحده وقت الواجبات وحدها، كيفاش منظم وقتك؟ منظمهم كي وقت اللعب لاعب، وقت دراسة دراسة دراسة. والأولياء تاعك يقولك راح تقرا وكامل، يراقبوك يشوفوك واش درت واش ما درتش، يراقبوك شويه. يراقبوك يراقبوك. جميل جميل جميل. إذا صهيب وليدي روح دير الواجبة تاعك في هذاك المكتب الجميل اللي خليناه لك. يا الشاطر. وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحوا. شكرا. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد، في هذا العدد الجديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا، كما قلنا مقبله الخاص بالحساسيه الغذائيه. اذا سي لي زاليرجي اليمونتير. الاولياء بالمرات يتسالون وليدي كلا هذيك الحاجه ونادولو شلافط، وليدي كلا هذيك الحاجه ومرض كلا، يحبوا يتسالوا هل ترى هذه الحساسيه الغذائيه هذه كيفاش تكون، كيفاش نعرفوها، ما هما الاعراض نتاعها وكامل. ماذا بنا اليوم مع اخصائيين نبسطوا لكم كاع هاد الافكار هذو اللي راهم عندكم. ماذا بيا سيده شفعي سميره اخصائيه في طب الاطفال. ماذا بيا ببساطه ببساطه الامهات والاباء اللي يشوفوا فينا وكامل، واش هما هاد لي زاليرجي اليمونتير، الحساسيه الغذائيه، وكيفاش تكون، واسكو كي تكون تداوى ولا ما تداواش، وهل ترى تجي في اي سن تجي، ممكن واحد ما يكونش عنده حساسيه ومن بعد فجاه تولي عنده حساسيه. حبيناك لو كان تفهمينا هذه الحساسيه الغذائيه واش هي. شكرا. دونك نشكركم على الاستضافه. مرحبا بك مدام. مرحبا بك. دونك لي زاليرجي اليمونتير c'est une urgence, donc حالة استعجالية اللي نشوفوها براتيكمون في كل يوم ولا في كل كي ندير مناوبات نشوفوها طول الوقت. دونك سي ان موتيف تري فريكون، يعني كثيرة في الوقت تاعنا. هي عبارة عن يعني كيما نقولوا حساسية الجسم تاعنا، دونك ما يتحملش هذيك الحاجة اللي كليناها. كيفاش تصرى؟ سي باغ اكزومبل كي
تكون في الحاله العاديه الجسم تاعنا لا رياكسيون تاعو ايمينيتير تاع المناعه كي تكون حاجه ايترونجير للجسم يدخل الجسم تاعنا الجسم راح يحمي نفسه بالمناعه يعني تكون نيفو كما نقولوا عادي مي في الحساسيه الطفل كي يكون عنده الحساسيه الجسم راح يقاوم بطريقه يعني بدرجه كبيره c'est un excès de réaction immunitaire donc il va développer هذا النوع من الحساسيه كما احنا on appelle un iatrogène الحاجه اللي خديناها داكوغ خرجت خارج الجسم دخلت دونك الجسم هذاك pour se défendre يدير réaction mais excessive فايت الحد تاعها مفرطه يعني فوالا مفرطه اكزاكتومون pour des raisons inconnues c'est-à-dire ما نعرفوش علاش دار لهذيك الحاجه سي بور سا اون با دير علاش انا عندي حساسيه لهذه وهي ما عندهاش داكور احنا رانا هنا باش نداويو برك اكزاكت اونفا يعني العلم جوسكا بريزون اون سي با اكزاكتومون علاش مي كاين كيما نقولوا عوامل وراثيه باسكو تلقى عائلات تاع اللي عندهم حساسيه لهذ الماده ولا لهذ الدواء ولا لهذ في الغذاء دكتوره واش هما المواد في الغذاء اللي فريكونت هكذا الناس دير لهم اليرجي مثلا سادير افون برك دو ريبوند لا كيسيون سي الاعراض تاع الحساسيه سي الطفل ياخذ لو برودوي اليرجيزون من بعد يدهروا في الجسم تاعو اون رياكسيون سي دي تاش سي دي بلاك حموره كيما قلت تالوغ شلافط حموره داكور بارتو بارتو في الجسم الخاصيه اللي تاع الحساسيه الغذائيه سي لي بلاك باغ اكزومبل تجي اون بلاك في يدو ابخي تروح كلكي مينوت تروح مي تعاود تجي في مضرب واحد اخر تعاود تجي في بلاصه سا ديسباري سا ريباري في مضرب واحد اخرين داكور وهنا لازم ندوه للطبيب ولا لا بيان سور سي اون اورجونس بيان سور لازم سي اون اورجونس شوف وليدك عنده لي بلاك ولا لازم تاخذو للطبيب وي باسكو الحساسيه سي فري تقدر تكون خفيفه ليجير مي تقدر تكون عندها دي كومبليكاسيون الطبيب هو اللي قرر ماشي حنا دونك لازم تدي وليدك للطبيب باسكو نخافوا كي تكون في الوجه دي فوا يتنفخوا الفيزاج تاع لونفون يتنفخ وميم كي تكون تنفخ داخل في دون لو لارينك سا دون ان اوديم دو كوينك كاين حالات تاع لوديم دو كوينك هذه سي غراف باسكو التنفس ما يكونش بوسيبل يعني الطفل ما يقدرش يتنفس دونك دون جين ريسبيراتوار ويقدر بعيد الشر الطفل اللي يلباس دونك سي اون اورجونس اي طفل دونك شفنا عنده خدا اي حاجه من بعد شفنا في الجسم تاعو اي اعراض يعني اعراض غير عاديه لازم تاخذوا عند الطبيب سواء في الليل ولا في النهار ولا نيمبورت كيل مومون لازم 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 وبلي لي زاليمون يعني اللي يديروا الحساسيه كاين يعني من كثر الفواكه اللي انا سمعت بلي نوا سمعت يعني يا لي وسي لي فروي لي فروي اكزوتيك كيما الكيوي كيما هادو كيوي كام لا فريز لا فريز اللي تري ريبوندو اليرجيزونت اللي ولادهم عندهم الالرجي لا فريز تهناو على الاقل على الاقل يعطوهم فواكه ارخص شويه الكيوي مي نو بيش كاين سيغتان اللي عندهم الالرجي او بانان يا سيغتان كي اون الالرجي سادير لي فروي العاديين لا بيش يعني ممكن اي فاكهه عاديه عندها ما ومام لي فروي لي فروي مير اوسي سا دون ايه الالرجي تاع لي فروي مير يعني فواكه البحر البحر معروف فوالا يعني دونك كل واحد واش ما يحملش كاين ان كاين نوع واحد من الحساسيه اللي نجو عند لي بيبي لي نوريسون سي الالرجي او بروتين دو لي دفاش يعني الطفل اللي يرضع الحليب تاع لي بواط لو بيبرون دونك هذا كي ما يحملش هذاك النوع تاع الحليب بزاف هذه شفناها عند المرضعات يقول لك انا وليدي كندير له البيبرون ما كاين وليدي كان يرضع عندي كان بيان بيان اي فوا دخلت له البيبرون ولا يردوا ما يشربوش ولا بلو يدير اسهال ولا يجوه ديك مي لو كونتاكت لو بيبرون مع في الفم يولي هنا دي بلاك فوالا ولا غير يرد يبدا يسير هنا يدير دي بلاك هذه سي اون اليرجي داكور كي فريكونت مي كيما نقولوا الحمد لله الي باساجير هذه تروح مع الوقت يعني الاغلبيه تاع الرضع يلحقوا العام عام ونص وماكسيموم تروح لهم سوف دي كا اكسيبسيونيل لي سا بيرسيست داكور انا من بعد نعاود نرجع لك دكتوره باش نطمنوا الاولياء ونهضروا على الالرجي كيفاش تداوى كيفاش تسكت برا ولا ما تبراش وكامل مادام نتكلموا على الاطفال وكامل حبيت نتكلم على المدرسه استاذه علجيه جلالي
يا هل ترى المنظومة التربوية عندها تدابير من هذا النوع هذا؟ لأن الحساسية موجودة عند الأطفال وكامل، هل المربين عندهم دراية بهذا الشيء؟ وهل الأولياء يساعدوكم كذلك في هذا الشيء ويخبروكم باللي أنا ولدي عنده ألرجي لهذا ألرجي؟ بالمرات المعلمة ولا تجيب لهم حاجات حبت مد هذه يقدر الأطفال يأكلوها، ولا هل عندها دراية؟ هل تسأل هل بسكو ليز ألرجي قادرة تكون ألرجي أي شيء يعني؟ دونك والمربي يعني احنا نطالبوه دائما بحاجه كبيره يعني، المربي لازم يكون في القمه يعني. دونك هل هناك تدابير انتم كمربيين من هذه الناحيه على الحساسيه الغذائيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه الاخ يزيد. مرحبا بك مدام. في الحقيقه ما كاش حاجه كبيره في المدرسه، لكن كما قلنا في الحصص اللي مقبل دائما الاساتذه يسعوا باش يخلقوا ذاك الجو الهادئ اللي نقدروا نديروا المسار تاعنا الدراسي. من هذا السعي تاعنا الجهود لازم نعرفوا هذا الاطفال هذا التلاميذ هذو هل عندهم حالات خاصه، عندهم حساسيه مثل واش نتكلموا الموضوع تاع اليوم. وحنا ثنعسوا حنا نشوفوا الدراري، نلاحظوا على الدراري كذا كانت عنده حساسيه في الطفح في الجلد او اي شيء من هذا القبيل، نتصلوا بالاولياء تاعهم هما يقولوا لنا اذا كانت حساسيه، اذا كان حاجه عاديه، اذا كان حاجه يعني عارضه يعني كان على بالهم. نعم، وثان نعلموهم ايضا الحساسيه اللي نعرف نعلموه. احنا عندنا في البرامج في البرنامج ندرسوهم في التربيه المدنيه عندنا الحساسيه الامراض اللي يصاب بها التلميذ كيف الوقايه منها. نعلمهم نقطة مليحة يعني جات في البرنامج لا دات دو بيرومسيون مدة الصلاحية تاع، إذا دائما باش نعلموهم الفطنة الكياسة كي يجي يشري كاش حاجة التلميذ لازم يشوف مدة الصلاحية أيضا، لأن هذه أيضا تأدي ودائما عندهم الكوتي هذاك ويشري ما على بالوش، يشري شيبس يشري جو يشري أي حاجة كرواسون يجيبها باش تشري. دائما التلميذ نعلمو حنا في المدرسه يكون فاطن لازم تكون على بالك كل حاجه واش قدي فيها، لازم اول حاجه واش قرينا مده الصلاحيه، روح يشوف مده الصلاحيه التلميذ واش عاطف ديجا الطفل الصغير في الابتدائي يشوف هذه الامور هذو ممكن لو كان يتجاهلها وتكون فاتت مده الصلاحيه ولا شراها وخبها عنده لمده معينه ومن بعد جبدها كلاها. اذا لازم يكون الطفل ولا التلميذ نعلموه كيفاش يقي نفسه من هذه الاعراض هذه اللي ممكن تدي الى دي كومبليكاسيون يعني بزاف كبار. وانتم من خلال 17 سنه في سلك التعليم وكامل عمر ما صراو لكم حالات هكذا وين كي صراو حالات؟ حنا في المدرسه ما صراولناش في الحقيقه ولو انه عندنا الاطعام المدرسي وكامل، لكن كاين حراسه كاين امور يعني هبالك حتى في الاطعام بالك يبتعدوا عن لي زاليمون هذول اللي يديروا الالرجي معروفين يعني، والاولياء يكون على بالهم بالاولياء بالضبط هذا هو يوصوهم يقول لهم ما تاكلش الكوتي هذا ما تديش هذه صافي. الطفل كي تجي تعطيه يقول لك يا استاذ انا ما ناكلش لاحظتش هذه من ما, ما, ما تجيش عليا لانه الطفل بالمرات صاحبو يجيب من بار دو شوكولا ولا حاجه يعطي له على جيونوا ولا حاجه ولا ويتبادلوا بعضهم بعض هذا هو المشكل. والطفل يتشاهى شوف حتى ولو كان عنده الحساسيه هذيك بصح يتشاهى ياكل ذيك شويه بالضبط تاثر ما تاثرش عليه. دائما عندنا الاولياء يتصلوا بنا يقولوا لنا باللي ما تعطولوش ديك الحاجه زعما هذه ما تمشيش مع الجسم نتاعو ديرو دي كومبليكاسيون والى غير ذلك. جميل جميل شكرا شكرا أوكي. شكرا استاذه جلالي علجيه. سيده هنيه تفاحي مرحبا بك، اخصائيه نفسانيه. مش سهل انه ولي الامر هكذا يعرف باللي وليده عنده اون انتوليرونس ولا اون الرجي لان اليمون هكذا ولا احنا ولادنا تلمون نحبوهم اي شيء يقولوا لنا يقول لك وليدك الرجيك لهذيك الحاجه رايح ما تقبلهاش يعني رايح تقول علاش انا وليدي اسمه مش كيما الاخرين تولي تسقسي في الطبيب دكتور هذه حاجه عاديه ولا مرض ولا حاجه ولا دونك ماذا بينا نطرقوا لها من الجانب النفساني يعني تاع الوالدين والجانب النفساني تاع الطفل انه مثلا تقول له طول حياتك راح ما تاكلش الجوز ولا ما تاكلش اي فاكهه اي ماده يعني حاجه ما تاكلهاش هذه ممنوع عليك. وحنا نعرفوا باللي الطفل كي تقول له هذه ممنوع عليك يعني راح مباشره يدخل يقول لك انا بالك اني مختلف على الاطفال الاخرين بالك مانيش كيما الاخرين مانيش. ماذا بينا تكلمينا على الجانب النفسي هذا تاع الاولياء والاطفال هذا استاذ؟ نعم شكرا استاذ يزيد على هذه الاستضافه. والله يعني هنا عادة ما يجيونا أمهات بأن أطفالهم عندهم هذه المشاكل والكثرة أطفال اللي عندهم لا مالادي سيلياك
انا هنا اللي لقيت صعوبه من هاد مع هاد الاطفال باغ اكزوم بغيت تهضر معايا يقول لك انا ما ناكلش هادي ديال لاليرجي انا ما ناكلش هادي شو ماشي حاجه واحده ما يكونش حوايج بزاف يديروا له لاليرجي نقول له باغ اكزوم اسكو تاكل بتخبيه على ماما كيقول لي ايه سي بور سا راني نجي عند الطبيب كي ناكل بتخبيه على ماما ومن بعد كي نمرض تفيق ماما باللي كليت بتخبيه هنا نلقاو صعوبه التكفل وعلاش الطفل كيكون في عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات يقول لك ايه ندير بصح ما يديرش بالضبط نعاودو نولو هنا فوالا هذه نفس يتشهى نعاودو نولو هنا الى علاقه الطفل مع الام والطفل والام كيفاش تدرب الطفل تاعها على اشياء لازم تفهموا باللي هذا مضر للصحه كما تفضلت الاستاذه دوك خاطرك الطفل قد ما يكون يقين ويكون فطين يفهم معليش ومن بعد يتعود انه ما ياخذش هذيك الاشياء مثلا كان عندي اطفال يجوني للفحص النفسي مثلا بسبب تحصيل دراسي ناقص او الى غير ذلك انا كي نبدا ندير الفحص النفسي نلحق للامراض نقول له باغ اكزومبل شكون مريض في داركم بابا ولا ماما يقول لي انا عندي حساسيه ما ناكلش لافخاز يعني عنده احنا دائما هذا السؤال نفكروا فيه احنا دائما نسالوا على النوم على الاكل الاضطرابات باش نعرفوا مباشره يدخل يقول لي انا ما ناكلش لافخاز انا ما ناكلش باغ اكزومبل معجون تاع المشماش ونقول له وعلاش يقول لي باسكو واحد المره دار لي لاليرجي وشفيت ويزيد يقول لي حاجه ويقول لي عندي دائما بولاغامين في الدار قلت له بولاغامين هذا وشنو قال لي هذا لازم غير تجيني غير لو كان تجيني نشربه باش ما طلعليش الحساسيه فوالا وكي نشوفوا الاهل انا كتجربه خاصه صرات لي مع البنت الكبرى تاعي انا الان 15 سنه خذات لو بتي سويس ماشي انا اللي عطيته لها كانت هذاك الوقت في عمرها 2 موا و demi عطات لها ما بال سور مدت لبنتها وبنتي في نفس الوقت ومن نفس البو واحد مدت لها منه بنتي حوالي 10 دقائق ولات كامل حمراء وتنفخت رحت مباشرة خديتها ما خديتهاش على المستشفى انا ما عرفتش ميم با بلي لازم لي مستشفى خديتها مباشرة على العيادة خاصة غير شافتها دارت لها الاجراءات الاولية وقالت لي لازم تديها المستشفى ديناها مستشفى بني مسوس لحقت زادت نفخت مرتين وليت كي نمسها لقاها يابسة ما كانش تحرك صرا لها تصلب كي لحقنا تما خداوها تحت المراقبة لمدة بتنا اونوي لمدة ليلة ومن بعد تما فهمت باللي لاليرجي يعني دوك انا نقول انا باغ اكزومبل رحت مباشره للعياده انا نقول نروح مباشره للمستشفى باش نربحوا الوقت بالضبط بالضبط لانه هذاك الوقت هي عباره عن تغيرات فيزيولوجيه هرمونيه ما نعرفوش واش يصرى وحاله الام في هذيك اللحظه يعني كلها رعب وتاثر كثير بكثير جميل 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 يعني والله كيكون الاولياء عندهم درايه وكامل نعم وهي انا نظن النفسيه تاع الوالدين هي اول حاله نعم نعم ان الطفل ما يحسش في هذيك اللحظه يعني اول الطفل حاله الشيء اللي يضر الطفل هو انه كي تقول له ممنوع بالضبط بالضبط كي ندخلوا في الممنوعات فقط بالضبط بالضبط ولكن الام ولا الاب نعم شكرا يعني شوف وليده هكذا يتغير يتسلب قدامه فوالا مسيو يزيد كاين دي 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 بارون وخاصه الاب هو اللي يكون بزاف قاتي لولاده تقول له باغ اكزومبل مرته ما جبتش لا فخاز ولا يقول لها كي ما ياكلوش هذا ما ياكلوهش كامل يعني صعب صعب انك صعب انك تدخل للدار حاجه واحد عنده حساسيه فيها تقول بالك يتشهى بالك شغل ما يخليه يشوفها ما ياكل يقول لك انا نتهنى من هذا المشكل هذا ما نجيبش هذا البرودوي هذا للدار وخلاص يعاقب الاخرين معليش 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 سيد غدير مصطفى مرحبا بك مرحبا بك تجربه حيه ماذا بينا شكرا استضافه ربي طول عمرك مرحبا بك مرحبا بك احنا ماذا بينا تكلمنا على التجربه نتاعك في هذا المجال هذا تفضل التجربه تاعي كنت في عمري 9 سنوات كليت لافخاز كانت ثاني كانت لافخاز اها كليت لافخاز وملحشه صالاد اه بعد كي جيت نرقد انا غير دخلت في الفراش خرجوا لي لي بوان خرجوك لي بلاك كامل لي بوان شغل الحب القير كومبليتمون اها بعد فطنت الوالده تاعي كانت مازالت ما بعد رحت للسبيطار حساسيه من لافخيز ومن بعد يعني ما لحقوك في الوقت يعني داوك في الوقت وكامل لوبيطال في ومن بعد داووك في المستشفى ومن بعد وليت لافريز من هذاك النهار وغيره ما ناكلهاش من هذاك اليوم شوفها غير و
اسكو درك من بعد من 9 سنوات يعني وانت ما تاكلش مثلا هذاك البرودوي ممكن يكون الفراوله ولا اي شيء ولا هل هذاك الشيء يعني كنت تحس بروحك باللي عندك نقص عندك حاجه ولا يعني تقبلتها نو نو نورمال تقبلتها عادي تقبلتها عادي يعني شوف هكذا بصحه داكور وما زدتش مسيتها كاع ولكن المشكل كي تكون عندك حساسيه للفراوله ولا انك كاع مشتقات الفراوله ما تاكلهاش ني الكونفيتور ني يعني ني الياورت بالفراوله ني هذا هو المشكل يعني لازم تعس روحك كاين اللي كيتقول له راك عندك اون اليرجي لا فريز ما يزيدش كامل ياكلها بصح كاين واحد اخرين يعاودوا يطونتيو اون اوتر شانس ياكلها وما يصرى له والو نو انا عاود جربت كليتها وكذا عاود حكمتني حساسيه كاين اللي عنده عاود جربت فوالا هذه ما قلتها لناش هذه جربت لانه الطفل كيكون هذه خبيتها لينا هذه الطفل كي يكون صغير فتتأكد ايه لازم جربتها شحال هكذاك وقت من بعد كان في عمري 15 سنه قلت انا كيفاش ما ناكلش الفراوله نفس الحكايه عاودت جاتك نفس الحكايه سبيطار وكامل نو ما عادش سبيطار هذا وين تروح بروحك قعدت في الدار واحد نص ساعه وتوليت نورمال ايه مي بون هذه الحمد لله انك سلكت ولكن الدكتوره من بعد راح تكلمنا انا جاب لي ربي بلي في هذه الحالات هذو لازم المستشفى يعني خاصة الأطفال ما لازمش الإنسان يجازف حياة ولده لازم يتوجه المستشفى دكتورة مدبية توضيح بسيط فقط هذه الحساسية هذه أسكو تداوى حبيت نعرف أسكو الناس اللي عندهم حساسية هل هناك يعني طرق باش تداوى هذه الحساسية وهذه الحساسية يعني مثلا على سبوش فهمت ممكن أنك في عمرك 4 سنين ولا 5 سنين راك تأكل مادة ما مثلا الفراولة ولا الموز ولا اي حاجه راك تاكل ما عندكش حساسيه ولكن ممكن 5 سنين من بعد تجيك حساسيه هذه اللي حبيت نوضحها انا سمعت بها هذه دوك مادابيه تاكديها لنا اذا كان هذه هي الحساسيه وكيفاش يعني باش الاولياء نطمنوهم هل تداوى هل كيفاش يتعاملوا معها يعني شكرا دونك الحساسيه يعني الدواء تاع لورجونس كاين دونك اون فوا واحد الطفل يجيه الحساسيه ناخذوه للمستشفى يديروا له اون انجيكسيون دو لا ديكزا ويحطوه تحت المراقبه حتى ينقصوا كامل لي سين وكي بي يكون يعني مليح ساعه ساعتين على حسب الحاله ديالو اون فوا يكون الطفل مليح ما كان اعراض هذوك لي تاج كامل يعني بداو ينقصوا فوالا ما نكونوا الطفل بيان كما يقولوا لي تا ايمو ديناميك كلش مليح نقدروا يعني نخلوه اون ليبر لونفون مع لي بارون يعني ونعطوا له تريتمون يعني شراب يشربوا 5 ايام حتى 7 ايام باش يروحوا كاع الاعراض باش يروحوا كامل الاعراض تروح هذيك لا سونسيبيليزاسيون داكور مي حبيت جانترفيان بور كيك شوز برك كي قال عاود خدا لا فريز اون اوتر فوا لازم نعرفوا في الجسم تاعنا كاين خلايا اون ليزابيل دي لافوسيتي ميموار داخلين في الجهاز تاع المناعه وميموار هما اللي يحتفظوا بالذاكره تاي اي حاجه تدخل الجسم تاعنا داكور دونك الا دخلت سنت ابخي 5 اون ولا ابخي 10 اون ولا ابخي عندك حساسيه دونك راهم عندهم كي نقول لهم هم شافين هما شافوهم عندك حساسيه هما دايرين في لي زارشيف داكور الجسم تاعنا راه مارشيفي لاليرجي تاع لا فريز دونك كي تعاود تدخل مباشره الرياكسيون يعني اون كوز تعاود هي تتفكر فيان تيان هدايا دار لي خطره حساسيه وكي خديتو دونك يعاودوا يفطنوا يعاودوا يديروا لا رياكسيون دونك سي بور سا يفو ايفيتي داكور كي يقول لك طبيب ما تاخذش هذه الحاجه نهائي ما تاخذش كيما قلت لك قبيله كاين لاليرجي تاع البروتين دو ليدفاج كي ترونزيتوار هذيك باسكو المناعه مع الوقت تروح تنقص يعني الرضيع كي ياخذ هذاك الحليب الاصطناعي نحوا له كامل الحليب اللي مخدوم بالحليب تاع لي دفاج وكامل لي برودوي اللي مخدومين بالحليب كيما لي بتي سويس لي فروماج لي بيسكوي اللي مخدومين تو سكي حاجه اللي فيها الحليب ممنوع على الرضيع نخلوه مده زمنيه حتى يروحوا كامل الاعراض ما كان حتى حاجه جوسكا ان نو ولا دونك اكتويلمون في دي تيست باش نشوفوا الا كان نيجاتيف كي يولي نيجاتيف كامل في الدم تاعو تما نديروا دي تيست في لوبيتال الطفل الرضيع يدخل المستشفى مع الام ديالو نديروا له دي تيست دي كونتيتي دي غوت تاع الحليب ونشوفوا الا يدير رياكسيون ولا لا نديروا المصباح نقولوا من 8 تاع الصباح حتى المساء هو تحت الرعايه ونجدوا كيما نقولوا ان بلاطو دورجونس قدامنا اون كاو يدير رياكسيون غراف باسكو لا بروميير رياكسيون تكون خفيفه مي لا دوزيام رياكسيون تكون كبيره انتنس داكور
دونك تقدر تكون خطيره كما قلت كانوا دم كبير كان شوك انافيلاكتيك خاصه التنفس ان شوك انافيلاكتيك يعني الطفل يروح فيها دونك نوجدوا ان بلاطو دورجونس بوغ انتوبي المالاد لادرينالين اي تو باسكو يقدر يدير اي يعني توقعوا اي حاجه دونك قلت ما كي نديروا لو تيست الى حمل سي بون نقولوا للام تدخل تدريجيا ماشي صافي تجي خلاص اليوم درت له تيست وليدك خلاص راحت له الحساسيه تروح تعطي له ان بيبرون دو لي و ان ياغورت نو بشويه بشويه تدخل حتى يتحمل الجسم ديالو لي برودوي هذوك فوالا ولا لو يعني لو فغي تريتمون تاع الدواء تاع العلاج تاع الحساسيه سي ليفيكسيون سيادير عندي حساسيه للماده ما ناخذهاش هذا هو العلاج يعني لا ميور دونك لازم يردوا بالهم في لا بروميير كريز ومن بعد لازم يعرفوا بلي هذه الماده ما يتناولوهاش ويخبروا المدرسه ولازم الناس يكون عندهم درايه انا شفت في بعض المدارس في الدول الاجنبيه وكامل كي تدخل للسكرتاريا يعني المكتب تاع المدير والامانه وكامل تصيب صور تاع الطفل وتشوف الالرجي ديالو مكتوبين يعني باش مباشره كي يجيبوهم كريز يعرفوا وكاين مام شفت بالمرات مانيش عارف ما عندهم قوانين عندهم مام لانجكسيون ايبيبان هذيك حاطينها تما يعني عندهم تكوين وكامل لانهم يخافوا بالك من هذه الحساسيات كما قلتي دكتوره الحساسيه قادره تكون فتال يعني قادره الطفل تاعنا ولا قادر عنده مشكل تنفسي ولا حاجه كما قلتي ممكن بعد الشر يعني يتوفى يعني قادره تصرا في اي وقت يقدر الطفل باغ اكزومبل عنده حساسيه لهذيك الماده وخداها الصباح قبل ما يروح ليكول لو طون اللي وصل دخل القسم ديالو تبدا لا رياكسيون تظهر دونك لازم لونتوراج كامل لازم تريك ميم كي يروح عند العائله يروح اون فاكونس في الصيف ولا اون كولوني ولا يفو دير خاصة مليح كي تكلمتي على الكولوني وعلى الرحلات كامل باسكو الاولاد قام يروحوا يخرجوا يتو عندنا حنا الزيارات العائليه في لي فاكونس نروحوا يروح يقعد عند جده يروح يقعد عند يعني لي كون بارون ولا عند لي تونت ولا لي زونك دونك لازم نقول لهم بلي وليدي ما يحملش هذه الماده ما لازمش ياخذها باش ما تصرالوش يعني سا فا با اونغاشي سي فاكونس بيان سور والطفل ما يتاثرش بهذيك شكرا 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 دكتوره شكرا الله يخليك الله يخليك اذا الحساسيه الغذائيه الدواء هو انك لما تدير الازمه الاولى لازم تردوا بالكم يا اولياء ولكن هذيك الماده ما لازمش تزيدوا تناولوها هذا هو يعني احسن علاج وخاصه يا اولياء لازم تخبروا المعلم ولا المعلمه المدرسه اذا كان وليدكم عنده رحله كولوني ولا رحله مدرسيه ولا لازم تخبروهم باللي وليدك عنده هذيك الحساسيه باش نقيو ولادنا من هاد الاخطار هذه ولادكم اللي هما ولادنا راهم تحت جناحنا اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا ولادنا تحت جناحنا صفحه الفيسبوك سلام من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان